هذا وتواصل مراكز التطعيم في كافة مناطق المملكة استقبال المسجلين وكبار السن لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم بلغ حتى مساء أمس الخميس أكثر من مليون وواحد وثمانين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون وأربعة عشر ألف شخص كما حصل على الجرعة المنشطة